يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ابن عربي هو محيي الدين ابن عربي المدفون في دمشق بسوريا وله دعوة هناك يزعم البعض أنها صحيحة، وما منهجه؟ نعم، هو ابن عربي صاحب وحدة الوجود، وهو يقولون هو أكثر أهل الأرض لأنه لا يفرق بين الخالق والمخلوق، ويقول بوحدة الوجود، وله كتاب الخصوص والفتوحات المكية، مشحون كل منهما بالضلال والعياذ بالله. فهو ابن عربي الذي دفن في الشام وصار عليه مشهد وجعلوه وليا لله، جعلوه من الأولياء، نسأل الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسيره؟ ويقال له ابن عربي الطائي الحاتمي، وأما ابن العربي بالألف واللام فهذا إمام جليل من المالكية. ابن العربي هذا من المالكية، من أئمة المالكية، وله مؤلفات مفيدة جدا. ففرق بين ابن عربي بدون أل وابن العربي. نعم.